بسم الله وكفى. سلام الله عليكم داود يا لقيستي يا ملو لو أتك جوتان دميرة دعلدة ده. وحنا هم كان يدوسوا بيننا رئيس الجامعة وأنا لي أنا إنه وسير نقول قالية وسير ده عفمات كه الدولة الفدرالية الصومالية مرو حاوة حسن محمد هو يدو وفت بلارن إبرجامين يسوع كذا سوى قيد شيء حاول شقاق عزومات أي كه شيء قرامدة مدوغة شركة سنة لها سديد إيه الإحلانات الدونكة مجالة جنيفا إيدال في سويتسرلان وسيرة دا هاوش شقة أي كنت معضي دول كان سويتسرلان إقارة ديوب وحكوه لي لطريها وسير كعقومات كا أما لطريها وسير كا وسارة عقومات كا دكتور عبد العود سيدو كلا أقاسمها عقومات كا بلشادة مضاني عبد الرحمن إبراهيم يوسير كعافمات كمامور قولات كبونتلاند مدانة سرادق إنو وسيرة دا أيام ويديد دون ناس سؤالة كوبان مدين كان أكاد بغن دولتان مكو قوريس يوسير حاو حصولو ستوديا وربان تكونفوطة قلبات الصوماليا وقالة دا جنيفا عدل في سويتسرلا ورمكونا نوي نغسير كتا سفر كاقا أخوتي ما دي طارد النور قاسطا مقالة دا جنيفا أنا شوف الدوري وقت سلالة طبعاً كبش مي وطمانة يليك إطلاقات كبيرة وطمانة وصعب سنة إني وضع الوقت يضع عبر الله عبر الله عبر الله كبيرة وطمانة بحيث لي مزيدة أكون بطن في الدورة أما بدأ سوى كبش ومشان الدولة وإلا قبراها عبر الله تشحينا يتقاتل أكسبرت محلي جديد كما عليها مدسي بالوقت تدكي كنت بقرد كل شيء في عمكة هني كل اللي اسمه النقطة حلقات الشنالي هي راح لو بهي على خط سد المقرن في المقطع هي حق سد حلوين بهذا هي راح تعرف لو هي المقرن إن سومالي كنت جستي وتم ذا الأرض هي إن بدها تنتهي كان عقمة فقلت كيف تروح من هذا من سنة تفتح تدين سنة هي عقمة بنعكس مركزي اللي أنت لو كنت جستها مرحلة هداك من صعوبة إحنا يجدد هي المرة هي مثل أو أحنا قا أنت سكت شيء مروسير الشعب الصومالي إن بدن أي كهان وين أي دولة صومالية نهلا، هذه قلنا مدة كوان أي توقع حفيز كا وسارة عفمات كا الدولة الفدرالية الصومالية. كنتينا هم وين بيقطعوا الشعب الصومالي يقف نوع عاجو أكلا وأقويه إن وإن معني قبض أو صنيع ضد كدالن الصومالي ده. هاتن ذلك الصومالية إن كسر دجال كجرا. مجرو هرمر بدن أو مركز عافمات سيدا إسبيتال لدا أو كربورسان بعد أركي سو جبل لدا هوا كلا بدن هذا هني كونفورت هذا كوسارة ده هني إنك استو مدة كمان أجوبتين وسارة ده قرشة دوا محي حد قرشة يسي إن ديبوليس لغو سمايو جوا عافمات كذلك هيا بدن يعني قرشة سنة هو ريسورتين إن سياسة دي يشرعي دي عافمات كان سوء علينا هلا ما كان مرسينا ذي حتى ذي حسمين يسوي وأنا ذي ستة سياسة يشرعي أدوه إلى تكون ديبوليس وما أكمل يسوي وحقاً أنا أقول شيء صن وحتى قالها وزارة الصوت لا هنا قبل ذا القيبلة لكن حال قبل في رنتي ما هذا قبل ذا بعهم قريني لكن هو هري وحلوقي ويجرا ما أكتشفت بلاميه وأنا حق بلامين إسبتال لنا هي سن ويجرا هو إسبتال ذي هست لكن دمويك قارب يلان قارن اسم كولين ويجرا مركو حصل أنا في رنينا ما كان غير نباحي لما شوف بدن تاعي يوم بلامين أنا تكسي تكسي من مهارنا ساقس عنه وده جالسين من قبل ذا إن شاء الله عافمادك هو لو ذا بعهين هي بني آدم كوردن يحتا الدنيا ده من يعني النالة هوردن هذا نضل ده قال وكجرا باهيدا عافمادك هو أيك غاب بدن تامي ده عادي قال جيل كسو كوريا الصومالية كنول هذا لو عاكو بدن لبتا كو بدن وح قرشا اللي يرادا حبدا لو ديبي ما هو هيسان أما كوسارة دهان دولة ده ما هو هيسا إن أيكو مال جلسو وح برشا أما فرصة عافمات أيكو سيسو سيدا قاتير أيو نقدان مستقبلك ميزانية الدولة ما بدنا هاترتان انت نسوق الشنة روتي وحيرا كو قبن كرنا حبنا ما قبن كرنا لكن أودين هاد تطلع العقد وحكة ما دا بنايك ونقرم دمي دوبي كو سانسو الكارسي انت ناشال كومون دوت كلي راهدو وحي مركا عن هلنا سيدي عن او مانج كلاين لهين اما او قيبين هنا او صمين لهين تاسان كتو لجرنا تطبضن ايا ترينينا وترنا صوبرنا حاس كو دينا قولو بينا بتسو قانو وحبرنا دوتكي ان قبل دوكو علينا هدي ان هلنا داوين وقري قبل ذا نقيمنا، إسبتال هديد اسمه على هالنقلة، وحنفيرنا إسبتال كباحي تبدأ من شيء كجستو،
isbitaalka saaraan aad dadka loo dhiso qalab isbitaalka daahilma sidoo kale meelaha sangeena marka turfuntii way soo taraayaan way soo badanayaan hadda waxaan joogna waa uun saddex bilood waxaan rajaynayaa sanad dambe markaan gaarno saaxiibadan oo kale inaan tusi karno tafsiin karno waxaan qabanay dadka hagaag waxaa jira dalka dhibaatadu hadday ka jirto dabcan dowladda federaalk ee soomaaliya adigu aa wasiirka ka tahay waxay xiriir la leedahay beesha caalamka isla markaana beesha caalamka ayaa taageerta militarily iyo macnihii dhaqaale ahaan intaba haddii shacabkii markaa baahi macnihii waxbarasho baahi tiri karta caafimaadka gudaha aan loogu heli karin ma la kaashatay wasaaraddaadu caalamka in dhallinyarada u baahan inay dhaqaatiir noqdaan ama kaalkaaliyaal noqdaan in dibadda loo soo diro haddiise loo diro qaabkee ayaa macnihii loogu diraa ma caasimadda inay yimaadaan mise gobollada waxaa jira waxbarasho wadanka gudihiisa laga helana way jirtaa haddaba dad baan kasoo qaatay gobolada oon ku tababaraynaa wadanka gudihiisa waxbarasho scholarshipka banaankana way jiraan runtii horta scholarshipka wasaaradda caafimaadka ma soo mara wasaaradda waxbarashadu soo maraa laakiin wasaaradda caafimaadka banaanka markaan tago kale hadda china ka imid waxaan weydiisay inay scholarship caafimaad ayna siiyaan wadamada si isbitaaladii aan ugu helno dad saddex sano soo socta wada bixiyo shaqaalihii loo baahnaa human resourcega loo baahnaa masaran soo maray sidoo kale iyagana waxaan weydiisay scholarship inay siiyaan waxaan maray jaamacad carabkan u tegay waxaan weydiiyey baahida caafimaad oo qabnaa u sheega waxay ii ballan qaadeen wasaaradaha wasiirada carabka o dhan inay isukii keenayaan hal mar meeting meesha lagu qabanayo ay warsanayaan in la caawino soomaaliya caafimaadkeeda in wax laga qabto marka runtii wax badan ayaa kasoo bixi kara dowladaha carabka o dhan markay yimaadaan ay tashadaan ay baahida soomaaliya la bandhigo waxa ka imaan kara dowladdiiba inay tiraahdo hal isbitaalan qaadanaya ama intaasoo ciyaal ama intaasoo arday waxaan siinayaa scholarship dabcan shacabka soomaaliyeed arrintaas iyada waa ay ku hanweynayeen noocaaga oo kale markuu wasiir caafimaad u noqdo in uu u qabanayo su-aalaha ugu dambeeya warbaahinta koonfurta galbeed ee soomaaliya haatan ay kuweydiinaysaa waxay tahay dalka inkastoo dagaal uu ka jiro waxaa jira goobo weli macnihii gacanta gruubka aada la dagaalamaysaan ku jira goobana dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysa adiga ka wasiir ahaan qorshaha ma kuugu jira inaad booqasho siiso ama booqasho aad ku tagto goobaha dowladdu ay ma arkaysa gacanta ku hayso isla markaasna degmo iyo gobol iyo tuulada aad shacabka iyo mas-uuliyiinta meeshaasi aad la kulanto heer gobol iyo heer degmo aad iyo aad runtii markaan imid baan ku tala jiray inaan meelaha gobolada aan soo booqdo kulligood ma tegi karo ofcourse lakiin adliis magaalada magaxida inaan tagoon soo wada arko haddana markaan noqdo waan ku tala jiraa waxaan islahaa adoona wax u wadin dadka u tegin waxaan sugayay daawooyin markaa yimid oo meel ku jireen inaan u helo awood aan ku kala qeybiyo goboladii aan ku kala geegeeyo marka waan ku tala jiraa inaan tago gobolada dhan waa tahay shanta qaaradood ee adduunyada soomaali fara badan ayaa ku kala firirsan kuwaasoo dagaalada sokeeya ka cararay 26 sano ee dalka la degay haatanna waxaan rajaynayaa in shanta qaaradood lagaa daawanayo adigu maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed shanta qaaradood jooga kuwa dabadda iyo kuwa gudaha waxaan ugu baaqayaa in nabadda aysan ka sugino cidina waxtarka iyo horumarka waddankan ay cidina ka sugino qof walba waxuu ka qaban karaa inuu waddanka horumariyo dhibku hadda ku jira inuu ka bixiyo qof walba markuu qayb kaga harboon yahay ka qabto inuu ka qabtaan kagala talin lahaa waa mahadsan tahay marwo wasiirka caafimaadka federaalka marwo xaawo xasan maxamed warbaahinta koonfurta galbeed haddaan nahay waanu ku mahadcelinaynaa waxaanu ku leenahay mahadsanid kusoo dhawow stuudiyaha mar kale koonfur galbeed ee soomaaliya geneva dalka switzerland ee qaaradda yurub daawadayaal sida aad daawateen waxaanu waraysi la yeelanay oo muhiim ah wasiiradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya oo iyadu howl shaqo ah jamciyadda qaramada midoobay ee kaga soo qayb gashay magaalada geneva ee dalka switzerland oo iyadu ah xarunta qaramada midoobay isla markaana wasiiraddu waxaanu waraysi gaara kala yeelanay hawsha ay ma arkaysay wasaaraddeedu qabato iyo qorshaha u degsan mustaqbalka dhow iyo midka fogba halkaas ayaanu soo koobaynaa waraysiga gaarka ahaa wasiiradda caafimaadka iyo wufdiga ballaaran ee hogaaminayso haatan stuudiyaha iyadu nala joogta waxaana idin leenahay barnaamijkan barnaamijka xiga koorintan ka kulmi doonno ballantannada waxaa weeye jannatul firdowsa.